السلام عليكم. انتوا عارفين انا فين دلوقتي؟ انا دلوقتي في الحديقة اللي قدام الشقة على طول، ما شاء الله. يعني تخيل كل يوم انت تخرج من بيتك الصبح تتمشى في الحديقة الجميلة والكبيرة ديت. احنا فين دلوقتي؟ احنا بنصور دلوقتي من قدام الشقة، هنخش نشوف الشقة مع بعض. كمان الشقة هنا ورايا على طول محطة المترو، احنا في السلطان ايوب، محطة المترو على امينك هنا قدام، هنا على طول هناك اهو انا شايفه مول جواهر. فيلا بينا دلوقتي نشوف شقتنا الجميلة. دلوقتي يلا بينا نخش الشقة، والميزة كل دور في شقة واحدة، الشقة في الدور الاول. دلوقتي هنروح الصالة. على فكرة الشقة دي تعتبر فرصة كبيرة جدا، هتتباع بالعفش. يلا افرجكم مع بعض. شايفين الشجر؟ شايفين الخضار؟ ديت الصالة. اهو الشارع اهو المدخل بتاعها، الدور الاول عشان نطلع دور واحد بس. وشايفين الحديقه؟ بسم الله ما شاء الله. الحديقه اهي تلعبوا فيها كل يوم يعني الاولاد او انتوا، لان فيها الات رياضيه. الشارع الرئيسي اهو، انتوا بس ايه بتنزلوا السلالم ديت، ايه الحاجه البسيطه ديت، وبتلاقوا نفسكم محطه الاتوبيس اهي بتقف عندكم قدام الشقه على طول، ومحطه المترو على اليمين، والحديقة اللي أنا كنت فيها صدقوا على طول. الحديقة اللي أنا كنت فيها أوريها لكم دلوقتي أهي. الحديقة دي. المطبخ. المطبخ اهو زي ما انا قلت، الشقة هتتباع بالعفش اللي فيها ب 120,000 دولار. برضو البلكونة الثانية. برضو على الشارع. وجنبكم مسجد، تطلعوا منكم هنا على اليمين، على اليمين جنبكم مسجد. يعني الأطباق وكل حاجة موجودة، والفرن، البوتاجاز، التلاجة، يعني تيجي على القعاد بس، لأن العفش زي ما أنت قلت موجود، زي ما أنا ما قلت موجود. دلوقتي طبعا هي فيها أكتر من حمام، ده الحمام الأول. الأوضة الأولى اهي، الأوضة الأولى. الحمام الثاني اهو. الحمام الثاني. نخش على الاوضه، الغرفه الثانيه دي، الغرفه الثانيه. معاها كمان اللي هو عشان تاخدوا دش، وحوض كمان، حوض اهو،
مكان للدش او الدش كمان اهو. نخش دلوقتي على الغرفة الثالثة. البناء اهو يا جماعة، شايفين الميزة عبارة عن دورين بس. الشقة هي يا جماعة اللي في الدور الاول ديت، والبناء جديد على فكرة ما شاء الله. الشقة هي يا جماعة شايفين اللي هي اليافطة الصفرة ديت، يعني تعتبر من الناحية دي كأنها الدور الثالث، بس من ناحية الشارع الناحية الثانية الدور الأول اللي هي قدام الحديقة، قدام الملاهي الأطفال كانوا بيلعبوا. ودلوقتي اهي محطة الأتوبيس اهي واقفة قصادكم، بتنزل كده ايه قصادكم، وهنا الحديقة، واللي هناك ديت محطة المترو. شايفين محطة المترو اللي هناك دي، وقصادكم هنا مول جواهر مول، وديت محطة الأتوبيس بتقف قصادكم قدام قدام الشقة على طول اهو. هتطلعوا بس الحتة ديت بس، وبعد كده تلاقوا نفسكم في الشقة. بسم الله الرحمن الرحيم. أحب أقدم شكر الجزيل للأستاذ علي، وأحب أشوفكم هذا الطابو اللي حصلت عليه خلال يومين. نتمنى لهم التوفيق في عملهم. ألف شكر. مع خالد الصاعمي من المدينة المنورة. علي جمال حقيقة يعني جميل جدا، وجدت من الثقة، لا يبحث عن المادة، يبحث عن أهم شيء يعني يوصل الناس، يعني رجل يعني مهما تكلمنا فيه رجل جميل، رجل يعني يهم مصلحة الشخص اللي يجيه قبل لا تهم مصلحته في ما يبحث عنه. والله يوفقه الحقيقة، وأنا أنصح التعامل معه جدا. علي راقي وإنسان يخاف الله ويبحث عن الأجود، يعني الحقيقة رحنا معاه لزراعة الشعر كمان. الحقيقة يعني أنا أنصح بالتعامل معه لأنه يبحث عن الجودة، والدرجة الثانية يبحث عن السعر، وهو له وضع يعني خاص هنا، وأسأل الله أن يبارك فيه، وأنصح بالتعامل معه جدا يعني الحقيقة، يعني حتى لو في الفرن برضه أسعاره جيدة. والله يوفقك. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا مقررين أنا وزوجتي نشتري شقة في إسطنبول. بعد البحث حصلنا على شقة في إسطنبول، والحمد لله والشكر بجهود أستاذ علي وشريكه المحترم. وطلعنا البارح على الطابو، خلال 3 ساعات صار الطابو باسم زوجتي أو باسم العائلة الكريمة، والحمد لله والشكر مع متابعة أستاذ علي ما قصروا يانا، وجهوده كلش طيبة وحلوة وشريك المحترم. وأنصح أي شخص يريد يشتري شقة في إسطنبول يتعامل مع أستاذ علي وشريك المحترم، يعني يشتغلون بجهود وطيبين وبنية صافية ومحترمين، والحمد لله والشكر وأشكرهم جزيلا. ألف مبروك، ألف ألف مبروك على الطابة. الله يبارك فيك أخوي علي، أنا شاكر ومقدم لك. والله أنا مبسوط أني شفت الطابو باسمي، يعني كلمة شكرا لا تفي حقك يا أخوي علي. أعطيتك وكالة وحطيت الطابو باسمي وأنا مش موجود عندكم، والله ما شفت يا أخ علي إلا الصدق والأمانة يعلم الله، ولن يعني يقف الموضوع عند هذا الحد. يعني أنا ضروري جميع أقاربي وأصحابي أعطيهم خبر عنك، يعني يشتروا هم مرتاحين. صدق وأمانة وإخلاص ما شفتها بأي شخص ثاني. ألف شكر يا أخوي علي، شكرا شكرا جزيلا. احنا نشكرهم كثير، وقدرنا أن نطوب البيت بنفس اليوم، يعني شيء جميل جدا الحقيقة. ومثل ما تعرفون أنتم يعني نحن غرباء في هذا البلد بالجماعة، وكفونا أنا صيتا ما حسينا بغربة، ما حسينا بشيء، حسينا أنه أولادنا معنا في الشراء من البداية إلى النهاية. وهاي شقتنا الجديدة
اشتريناها من خلال الأستاذ علي وشريك التركي، مشكورين كل الشكر. والمنظر العام يكشف كل اسطنبول، كل اسطنبول من كل جهاتها. ألف شكر لك أستاذ علي، وألف شكر لشريك التركي ولمساعدتكم لنا. تحياتنا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم أبو فهد. الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى وتعاون أخ علي جمال، اشترينا شقة في سلطان أيوب والحمد لله كان سعر مناسب من أفضل الأسعار. والأخ علي ما شاء الله عليه يعني بأمانته وصدقه في الأمانة صراحة، الحمد لله اللي شفناه لمسه منه كل خير صراحة، أفضل من الناس. أنا أنصحكم صراحة بالتعامل معه وعلى مسؤوليتي أنا إن شاء الله. بالتوفيق إن شاء الله لكل المتابعين، أتمنى لكم كل الخير. وألف شكر للأخ علي صراحة وشريكه اللي تعاونوا معنا صراحة، وكانوا قمة التعاون وقمة الأمانة والصدق في التعامل. يعطيكم ألف عافية إن شاء الله. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أخوكم العربي من العراق الشقيق، جيت تركيا ما أعرف كل شيء وما أندل كل شيء، من واحد لواحد أبو تاكسيات، واحد يوديني على واحد وواحد يوديني على فلان فندق، وانشلع قلبي لحد ما اتصلت بعلي جمال أخونا المصري. جانا قبل طيران من الصبح وجاب لنا فندق بسعر كويس مناسب وخلف الله عليه، وما قصروا ويانا وشالوا وياي الجناطاني وعائلتي أربع نفرات. زين لما علي جمال أنا كان تهت بتركيا، المنقذ الوحيد لإخواننا العرب في تركيا علي جمال، واللي ما لديته اتصاله موجود وفيسه موجود وانترنته موجود. أخونا العزيز علي جمال الله يحفظه ويخليه لكل عربي يجي تركيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أتكلم عن تجربتي الشخصية مع أستاذ علي جمال في شراء عقار في تركيا. وأستاذ علي جمال قدر يلقى لي عقار جدا بسعر جدا رخيص ومميز، الموقع المميز اللي كان في يعني كابي على البحر مباشرة، وشقة جدا نظيفة والحمد لله وشكر الطابو سليم، وقدرنا نكمل المعاملة وما تركني إلى انتهى الطابو. وأحب أنه أنصح كل الناس العرب اللي يحبون يشترون عقار في تركيا، طابو نظيف واستلام نظيف ومعاملة نظيفة، يتواصلون مع أستاذ علي جمال وشكرا. للجميع الراغبين في الاستثمار وكذلك السياحة في اسطنبول فقط الاتصال بالأخ علي جمال المتواجد هنا في خدمة المواطنين كافة من بيع وشراء وسياحة وإيجار وسياحة في اسطنبول. هذا الرجل لديه من الأمانة والإخلاص والوفاء الكثير لما لمسته خلال هذه 25 يوم الموجود أنا فيها في اسطنبول، من خلال أنا تعاملي معه بإيجار إحدى الشقق الجميلة جدا وفي قرب في منطقة السلطان أحمد وقرب من الجامع الأزرق، وكذلك من التعامل الصريح والمميز ما بينه وبين الآخرين وما بينه وبيني أنا شخصيا، وكذلك لديه صراحة كبيرة جدا في التعامل. حتى وأنا كنت في بريطانيا عندما أرسل لي فيديو للشقة، نفس الشقة التي أرسلها لي هي نفس التي أسكن بها حاليا. نصيحتي للجميع لمن لديه نية الاستثمار وكذلك البيع والشراء وحتى الإيجار، الاتصال بالأخ علي جمال. السلام عليكم. السلام عليكم. أولا أقول الحمد لله رب العالمين، ربنا وفقني دلوقتي وفتحنا شركة كويسة جدا ومع الشريك التركي اللي هو نفس تفكيري نفس دماغي بالظبط. شوفوا يا جماعة دلوقتي احنا بنشتغل ازاي في العقارات. أول حاجة رقم واحد بنشوف الشقة أو العقار لو سعره كويس ولقطة نتوكل على الله، بعد كده بنروح نشوفه ايه النقطة التانية، مكانه، هل مكان أمين، مكان يصلح لعيلة، مكان جنب المترو والمواصلات، دي تاني نقطة. تالت نقطة الطابو، يعني الطابو اللي هو سند الملكية، بنشوف الطابو
أيوة بتشوف الطابو صحيح أو مش صحيح، لأنها أمانة. مين حلقة الوصل؟ مين حلقة الوصل بينك وبين المالك؟ إحنا. فدي أمانة كبيرة جدا، إحنا بنشوف الطابو سليم وكل حاجة جميل جدا، والمالك سليم وكل حاجة كويس جدا. فبعد كده بنقول للمالك شوف عايزين نوصل لك حاجة واحدة مهمة جدا، بما إننا الحمد لله إحنا خبرة في العقارات، المشتريين الوقت بيعملوا إيه؟ بيشوفوا الأسعار. فأنت لو جبت لنا السعر النهائي وسعرك يكون أحسن من الشقق اللي حواليك، شقتك هتتباع بسرعة. فبناء عليه بيدينا سعر نهائي، وبعد كده السعر بنحطه على الفيديو. ده اللي أنا بصمم فيها، أي فيديو بعمله بحطه على الفيديو عشان تشوفوه مباشرة، وبعد ما تيجوا إن شاء الله بتقعدوا مع الملك مباشرة من نوكولي. كويس، بناخد النسبة المعروفة عليها هنا في تركيا العادلة. كويس، دي حاجة. تاني حاجة عايز أقول لكم على حاجة مهمة جدا، إنكم ما تقلقوش، علشان إن شاء الله هنكون معاكم لغاية ما تستلموا طابو الشقة باسمكم، لغاية ما تستلموا سند الملكية يعني طابو الشقة باسمكم إن شاء الله، وإحنا هنكون في ظهركم وهنكون في كتفكم إن شاء الله. واتطمنوا، أتمنى إن شاء الله أشوفكم قريب في تركيا. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.